ونمر للنقطة 15 الملحق التعديلي لهيكلة المنطقة الصناعية بن سودة. شكرا لأفتح باب التداول. هذه ببساطة هذه اتفاقية قديمة، الجامعة خلصت لا بقات الوزارة، الوزارة كانت خصها تخلص 2017، دابا باش تكمل باش يكمل المنطقة ما يمكنش تصرف لأنه محسوبة على 2017، فخصنا نديروها في 2019 باش تصرفها في الميزانية ديال 2019. أعرض هذه النقطة لتصويت الموافقون. بغيتي شي تدخل في هذه النقطة؟ تفضل تفضل. لا تفضلوا. ابن سودة. منطقة صناعية. منطقة صناعية. شكرا. المتدخلين اخر سيد المستشار، هذا بطبيعة الحال هذا يسجل في 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 المحضر. وقلتي مساءلة المركز، حنا غادي نقوموا بالدور ديالنا كاملين ونقوم به في الدفاع على، قلت مساءلة المركز، حنا تنقوم في مهام اخرى، نقوم جميعا بدورنا في هذا
وكاين عمل على التنزيل غير للإخبار، كاين عمل على التنزيل الجهوي للبرنامج الإقلاع الصناعي، فنحضروا مجموعة من الاجتماعات على مستوى السيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة. الآن كاين اشتغال على إحداث منطقتين صناعيتين بعين شقاق، الأولى راها في طور غادي تنطلق، تم الترخيص لها، غتقوم بها العمران، تهم الجلد، صناعة الجلدية بالأساس، ومنطقة كبيرة ديال المنطقة الحرة اللي كانت في راس الماء غتحول بالنظر للتكلفة الكبيرة ديال راس الماء غتحول لعين شقاق. كاين 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 عمل، ولكن وصيت هنا سندافع جميعا على هذا الأمر هذا، لأنه صحيح هذا الأمر ديال التنمية الاقتصادية مهم. إذا ما كانش هناك تدخل، الأمر للتصويت على النقطة 15 المتعلقة بالملحق التعديلي لإتمام أشغال إعادة هيكلة منطقة صناعية من السودان. موافق المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد، صادق المجلس على النقطة 15.